حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. سهل نينوى مثلث التنوع الذي يشهد محاولات للتقسيم والتمدد ووضع اليد عاد مجددا لواجهة الأحداث الساخنة بعد أن اشتدت مؤشرات التدخلات ورغبات التغييرات الإدارية التي تنوي تنفيذها قوى سياسية مهيمنة على المنطقة بلغة فرض الأمر الواقع. وعلى حد قيادات المنطقة أن أربيل هي المتهم الرئيس في هذه العملية، فهي تنظر لمناطق السهل أنها سواتر ترابية للإقليم، في حين ترفض أربيل بحزبها الحاكم هذه الاتهامات وتعد تحركاتها في المنطقة بما يتوافق مع عديد جمهورها، وبين رأيين متباعدين تحركت الحكومة لرأب هذا الصدع وتقليل فجوة التباعد لتدارك المخاطر التي تعمق هذه الأزمة وتهدد مفاهيم التماسك. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فمجريات الأحداث في الساحة السياسية اليوم تشير إلى مساع وتحركات لقلع جذور الفساد من خلال إقالات وإعفاءات متواترة، ليصل الأمر إلى رئيس مجلس النواب بعد جملة الملاحظات والاعتراضات من داخل البيت السني على تلكؤ أدائه والمتابعات المستمرة على ذلك، حيث صرح نواب البيت السني أنه يتم التداول حول سحب الثقة من الحلبوسي وإيجاد البديل الأكثر لاستحقاقهم، إضافة إلى وجود مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالة أيضا، الأمر الذي دفع الفرقاء السياسيين نحو الإجماع على إقالته. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، ممثل الكوتا أو كوتا الشبك في مجلس النواب النائب الدكتور وعد قدو، وكذلك الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد وفاء محمد كريم، انضمنا عبر سكايب مباشرة من أربيل، أهلا بكما. ونبدأ معك سيادة النائب، شنو أسباب هذا التوتر والخلاف في سهل نينوى؟ مو أكو اتفاق سابق لإدارة مشتركة لسهل نينوى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قضية سهل نينوى هي ليست حديثة الولادة، إنما هي لها تبعيات وجذور منذ سقوط النظام البائد عام 2003 وإلى يومنا هذا. تعاني سهل نينوى من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار نتيجة وجود قوات كانت تسيطر وتهيمن على المنطقة منذ عام 2003 إلى عام 2014، ومتمثلة بقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي هذه القوات حقيقة لم تستطع بسياستها التسلطية وأن تبني وترسي دعائم القوة، يعني القوة وكذلك للمنطقة وكذلك التآخي والترابط ما بين مكونات هذه المنطقة. كما تعلمون بأن سهل نينوى هي منطقة متنوعة وغنية بالتنوع وتمثل عراق مصغر، بالتالي تحتاج إلى حنكة في هذه الإدارة وتحتاج إلى رؤية واستراتيجية. القوات التي كانت تسيطر على تلك المنطقة على هذه المنطقة آنذاك كانت حقيقة تعمل بنظام تسلطي، بنظام الهيمنة وعدم افساح المجال للمكونات بأن تأخذ حقها الدستوري في ممارسة وضعها السياسي في المنطقة، وبالتالي حاولت أن تؤسس لسلطة فردية في المنطقة. واليوم هذه الانعكاسات تلك الحقبة انعكست بشكل سلبي على محافظة نينوى بشكل عام وعلى سهل نينوى بشكل خاص. اليوم لا وجود
للحزب الديمقراطي الكردستاني كقوة على أرض الواقع، وإلى حد فترة قصيرة من الزمن لم تكن لديهم تحركات سياسية في المنطقة. اليوم بدأوا مرة أخرى يحاولون أن يعيدوا سيطرتهم وهيمنتهم على سهل نينوى، وبالتالي سهل نينوى هي مفتاح للدخول إلى الساحل الأيسر، أي ساحل الأيسر من مدينة الموصل. اليوم نحن باعتبار قوة سياسية وتنوع غني في سهل نينوى حقيقة نرفض وجود الحزب الديمقراطي كقوة على أرض الواقع، وكذلك نرفض ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في السيطرة على مفاصل الدولة إداريا. اليوم محافظة نينوى تكاد أن تكون مسيطرة عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة 70% من يعني إدارات مفاصل الدولة، بالتالي يعني حقيقة خرجوا من الباب ويحاولوا أن يعودوا من الشباك مرة أخرى إلى سهل نينوى ومحافظة نينوى. هذا حقيقة ما يثير قلق الناس وما يثير الرعب ومخيلة أحداث عام 2014 عندما تركت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني منطقة سهل نينوى وكذلك سنجار وفرت هاربا من أمام وجود عصابات داعش تكفيرية، وبالتالي يعني وضعت أهالي هذه المنطقة وسنجار لقمة سائغة بيد هذه العصابات، وحدث ما حدث في مدينة سنجار، وكذلك يعني حقيقة لطف الله بأهالي سهل نينوى بأن لن يقعوا فريسة سهلة نسائهم بيد عصابات، وكان مخطط أن تكون هذه النساء فريسة سهلة بيد هذه العصابات، لكن كان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وأوقان شر هؤلاء الأوغاد. أرحب بك مرة أخرى سيدة وفاء، هل فعلا تعتبرون سهل نينوى سواتر أمنية لإقليم كردستان؟ لو تعتبروا فعلا هو جزء من الإقليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد سهل نينوى هي دستوريا وقانونيا من المناطق المتنازع عليها اللي حدده الدستور ويجب حسمه بالمادة 140، هذا من الناحية القانونية. وأكيد من الناحية التاريخية ومن الناحية الجغرافية هي إحنا نعتبرها مناطق تابعة لإقليم كردستان، هذا من الناحية التاريخية والجغرافية. أما نعم تسمعني؟ أسمعك يا سيد وفاء، أكمل. نعم نحن الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني نلتزم بالصيغات الدستورية والقانونية. الأخوة لا يعترفون لا بالمادة 140 لا بالدستور لا بقرار سيد محمد شاه السوداني لا بمحافظ نينوى الذي عين غزوان الشبكي مديرنا، لا يعترفون بأي قرار سياسي قانوني. وحتى الاتفاق السياسي المبرم مع جميع هذه النصوص القانونية والدستورية، هناك اتفاق سياسي في عند دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني لحكومة ائتلاف الدولة، أحد هذه الاتفاقيات أن يفعل المادة 140، وشكلت لجنة على هذا الاتفاق السياسي. لولا هذا الاتفاق السياسي لما دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ائتلاف الدولة، ولا كان الانسداد السياسي لحد الآن موجود. نحن في سهل نينوى نعم كنا هناك، وكنا دائما نحاول أن نحول التجربة الجميلة الموجودة في أربيل ودوك، والجميع العالم يشهدون بهذه التجربة. السفير الهولندي، السفير الفرنسي، البابا نفسه يقول إن إقليم كردستان جنة الله للتعايش الديني والسلمي على الأرض. يا أخي من الطبيعي جدا أن يكون واحد من الديمقراطي يأخذ منصب مدير ناحية، ماكو شيء غير قانوني يرفض. طيب احنا عندنا رئيس جمهوريه كردي، عندنا وزراء كراد. طيب. كلش من الطبيعي كما انه من الطبيعي ان يكون واحد من شبكي او مسيحي في اربيل ياخذ موقع او وزير او نائب، هذا شيء طبيعي. طبيعي سيد وفاء، لكن اود ان اسالك عن نقطه مهمه. انت ذكرت لماذا هذا الخط الاحمر على الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ سيد وفاء ذكرت الماده 140، ليش يعني تعتبر سهل نينوى مناطق متنازع عليها اصلا، وشلون دخلت ضمن الماده 140؟ مو انا اللي اقول، المناطق المتنازعه حددت الدستور العراقي، الدستور العراقي حددها من سنجار الى بدره، يعني من فوق من سنجار الى منطقه بدره اللي هي قريب من ديالى واسط
كلها حددت بخريطة المادة 140 مثلا الحمدانية، تلكيف، سنجار، كل هذه المناطق هي ضمن المادة 140 الدستورية. ولهذا نحن يجب أن نحسم المادة 140 اللي المحكمة الاتحادية، طبعا الأخوة يقولون أنها منتهية الصلاحية، وماكو شيء دستوري ينتهي صلاحية. إذا تريد أن تنقض شيء دستوري يجب أن تعود إلى استفتاء آخر، ولكن المحكمة الاتحادية فعلت المادة أيضا في 2019 بأنها مادة دستورية، والحمد لله هناك لجنة مشكلة لتفعيل هذه المادة، وستبدأ العمل هذه اللجنة خلال نهاية هذه السنة لتفعيل المادة 100. إن كانوا أهالي سهل نينوى ولا يريدون الحزب ولا يريدون الإقليم فليصوتوا بالديمقراطية، يقولون لا نريد، وإن أرادوها فليظهر معنا. إذا نحن نذهب بالحلول إلى رأي الشعب، نحن نختار رأي الشعب، من تريدون تبقون مع الإقليم أم خارج الإقليم، وهذا هو الشيء القانوني والديمقراطي الذي نحن نطالبه. أعود لك سيادة النائب، حجة الديمقراطي يمكن واقعيا باستنادها على الجمهور الموجود عندهم، يعني الحزب الديمقراطي يبرر تحركاته إداريا وأمنيا بالسهل بأنها ضمن استحقاقات الانتخابية اللي حصل عليها بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وقبلها المحلية. نعم، يعني خليني أجاوب على الأخ حقيقة، على ضيفنا الكريم وهو أخونا وعزيز علينا، إحنا ماكو فرق، كلنا عراقيين. أولا تاريخيا وجغرافيا سهل نينوى هي ليست منطقة كردية التي اليوم نحن نعيش فيها، فيها من الشبك والمسيحيين والتركمان والإيزيدية وقليل من العرب وقليل جدا من الأخوة الأكراد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المادة 140 دستوريا، هذه المادة حقيقة هي موجودة في الدستور العراقي وولدت ميتا في الدستور العراقي، وكذلك حقيقة هذه المادة لم تفصل أين تكمن، أين يكمن الاستفتاء وفي أي منطقة. النقطة الأخرى أيضا والمهمة، أن اليوم في منطقة سهل نينوى التي هي شرق نهر دجلة ومحاذاة لمركز مدينة الموصل وكذلك محاذاة لإقليم كردستان، هذه المناطق لا يوجد فيها ولا كردي واحد، قد تم تهجيره إلى إقليم كردستان أيام النظام البائد. لا. يعني هو المادة 140 لويش؟ المادة 140 وجدت لكي نعوض الناس الذين وقعوا ضحية النظام البائد فيما يتعلق بموضوع التهجير القسري وهدم وتفليش وتخريب قرى الأخوة من القومية الكردية. في مناطقنا لا توجد قرى كردية قد تم تفليشها وتدميرها وتهجير أهاليها. يا أخي العزيز، إذا لماذا حقيقة نحاول أن نطبق المادة 140 في أماكن لا يوجد فيها الأخوة الكرد؟ هذا من المنطق اليوم. الأمر الآخر اللي هو قال أنه إحنا شعبيتنا في سهل نينوى، نعم أخي العزيز، أنا خلي أوضح لك بالأعداد. اليوم هناك ساتر قد قام بقطع أجزاء كبيرة من مناطق السهل نينوى، هناك قرى عربية مقطوعة واقعة تحت سلطة الإقليم، هناك قرى شبكية وهناك قرى مسيحية وقصبات مسيحية. هذه المناطق قد تم قطعها بساتر ووقعت تحت سيطرة إقليم كردستان، واليوم كما نعلم بأن هذه المناطق مسيطرة عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني يستغل وجود هذه المناطق ويعمل بالإكراه على توجيه الناس لتصويت باتجاه شخص معين. أما المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في سهل نينوى فلا وجود للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد 2017، لأن لا وجود لقوة لهم. دائما الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم القوة بالإكراه من أجل إجبار الناس للتصويت على شخص معين. لكن إذا في مناطقنا الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يجلب أكثر من 2000 صوت، لكن بينما عندهم عدد كبير من المقاعد، 20,000 صوت، عندهم عدد كبير من المقاعد سيادة النائب، حصلوا على هذه النسبة الكبيرة من الأصوات، يعني فعلا جرى تغيير ديموغرافي قبل هذه الانتخابات. ما سمعت السؤال شلون يعني قليل عدد الأكراد في سهل نينوى وحصلوا على موجود خو مو بالقوة، تعال اطلع يعني تعال اطلع حاليا
شلون حصلوا على هاي النسبة الكبيرة من الأصوات؟ حصلوا على عدد كبير من المقاعد. لم يحصلوا أخي العزيز ماجي حشد، راحت لك أكو ساتر. نعم. هذا الساتر قد قطع سهل نينوى إلى قطعتين. الجزء الكبير مسيطر عليه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. مناطق مسيحية، مناطق عربية، قرى عربية، وكذلك قرى شبكية. هؤلاء الناس هم أسرى تحت يد الحزب الديمقراطي الكردستاني ويوجه الناس كما يشاء. الأصوات التي يعني حقيقة جمعها الحزب الديمقراطي حصدها هي من هذه المناطق اللي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني. أما المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية فلا وجود للحزب الديمقراطي. اليوم 2000 صوت أخذوا بمناطقنا وهذا لا يعتبر وجود مقابل 60,000 صوت في المنطقة. يا أخي العزيز احنا أكو معادلة انتخابية قد واضحة للعيان ولا يعني يوجد فيها أي شائبة ولا تزوير، هذه نتائج انتخابات. طيب يا عزيزي يعني احنا اليوم لا يمكن أن يعني نغطي أشعة الشمس بالغربال، قضية واضحة ولا وجود للأخوة المنطقة في المناطق المسيطرة عليها من يعني من الحكومة المركزية. كل ما هو عبر الساتر هناك قرى كردية، نعم، كبردرش وبشيران والكلك وزريكان ووصولا إلى أخرى. المفروض نحن كحكومة مركزية أن تدفع بالساتر هذا إلى خط عرض 1990-91. هذا الخط هو الخط الحقيقي لإقليم كردستان، وبهذه الحالة عندما يرجع هذا الساتر إلى هذا الخط سوف ترى الحجم الحقيقي للأخوة الكرد. طيب أرجع لك إلى الحكومة المركزية وإجراءاتها. نحن ليس لدينا عداء نعم. مع الأخوة الكرد. لا بالتأكيد يعني واجهت النظام السابق قوية واجهت على أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2003 وإلى عام 2014 بقضية فلسفة الحرب الصلبة أو الوجود الصلب في المنطقة مقارنة بأداء الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 2017 إلى 21 إلى 23 اللي استخدم القوة الناعمة ويحاول أن يهيمن على مفاصل المحافظة الإدارية وبالتالي الهيمنة على مقدرات المحافظة بشكل عام. طيب قبل أن نتحدث عن مسائل حكومة السوداني خلينا نرجع مع سيد وفاء إلى عام 2020. وقعت الحكومة السابقة حكومة الكاظمي اتفاق لحل التحديات الأمنية والإدارية. سيد وفاء، الرجوع إلى هذا الاتفاق ممكن أم هو غير مجدي في هذه المعطيات؟ مع الأسف الشديد عدم خضوع المؤسسات خاصة بعض المؤسسات العسكرية وبعض الفصائل، عدم خضوعهم إلى قرارات الدولة يعني زادتنا من المشاكل. نعم اتفاق حكومي بين حكومة إقليم كردستان وحكومة سيد كاظمي، هذا الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة بأن يخرج جميع القوات ما عدا الجيش العراقي، يعني حتى القوات البيشمركة، يعني هناك فصائل جوية إلى هناك بدون أمر من القائد عن قوربوس، هناك موجودة فصائل من الفككة الحزب العمال الكردستاني اللي هم خارجين يعني عن القوة ومحظورين. فهذا الاتفاق بالمادة 5 يقول يجب أن تخرج جميع هذه القوات، ولكن عدم الالتزام بالقانون كما قلت لك جعلته. ولكن في هذه المرة من هذا أحد الاتفاقات هو تفعيل مرة أخرى اتفاقية سنجار. هاي أولا. ثانيا أريد أعقب على شيء، لا يوجد هناك شيء اسمه تصويت بالقوة، يعني ماكو شيء بالديمقراطي يقول لك يابا إذا ما صوتني أنا أقتلك. إحنا هذا موجود يا أخي، هذا موجود بقلب دوك. خلا خلص، أنا بقلب أربيل بقلب دوك ناس يروحون يصوتون ضد الديمقراطي. لكن سيد وفاء اذا تسمح لي اقاطعك، هل فعلا الاقليم يعني قلنا ساتر واقتطع جزء من السهل ضم الى الاقليم؟ النازحين، اسمعني، النازحين من اهالي سنجار من اهالي سنين يريدون ان يبقون مع اقليم كردستان لانهم يرون ان الامان والاستقرار والبنيان والعيش الكريم هو تحت قياده اقليم كردستان، وخارج هذا شافوا الذل شافوا الاهانه في بغداد. انطردوا. وانتم شفتوا موجودين يا اخي بال 2003 ل 2014، شبعنا ذل، شبعنا اعتقالات يا اخي. اي 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 شو اسمه يا حبيبي يا استاذي الفاضل،
من 2003 الى 2014 خموس كان ابوي يحكم المنطقه، والحزب الديمقراطي الكردستاني هو اللي كان يحكم المنطقه. شبعنا تهجير، شبعنا قتل، شبعنا مفخخات، شبعنا اعتقالات من قبلكم. يا اخي العزيز يا حبيبي، مدير ناحيه بعشيقه قد تم تعيينه قبل، عفوا مدير ناحيه القوش، الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مشهور. ماكو لا اسمح لنا دكتور، خلي السيد وفاء يكمل. ومن الارهابيين اللي كانوا طيب في سنين ونبقى يعني سيد وفاء اذا تسمح لنا دكتور. سيد وفاء اسمح لي، يعني ذكرت انه ضروره الخضوع الى قرارات الدوله. طيب الاقليم وقواته راح تخضع لقرارات الدوله اذا وجدت الحكومه حل لهذا التوتر الموجود في السهل؟ الحل موجود، الحل هو تطبيق المادة 140، هو هذا الحل، الحل الدستوري والقانوني. شنو الدولة شو تسوي؟ الدولة تقدر تقفز على الدستور؟ الحل موجود، يا أما شي هذه المادة خل يسوون استفتاء الأخ يشيلون هاي المادة. ولكن الأخوة متخوفين من المادة 140. ليش متخوفين؟ يا أبا إذا أنت تقول أنا عندي الشعبية وتقول ماكو إكراد، ما حد أكو شيء الأخ، الأخ ما يعرفه. نحن لم نقول الحزب الديمقراطي الكردي، قلنا الكردستاني بمعنى الشبكي واليزيدي والمسيحي والعربي هو ايضا يريد ان يدخل بالديمقراطي الكردستاني. يا اخي الحزب الديمقراطي عنده قيادات مسيحيه، عنده قيادات تركمانيه، عنده قيادات عرب. في حكومه الاقليم عندنا 5 نواب مسيحيين، عندنا وزراء مسيحيين. نحن نتكلم عن الكردستاني مو عن الاكراد، ولهذا ليس من الضرر الشبكي واليزيدي والمسيحي ان ينتخب واحد من الديمقراطي. طيب هذا الشيء كلش طبيعي طيب. وقانوني جدا يا اخي، ولهذا الحل هو تطبيق الماده 140 باظافرها، هو هذا الحل اللي يريده الاقليم، مو بس الحزب الديمقراطي. الاقليم له اهالي ومكونات سهل نينوى. سيد وفاء دعني اعود بالسؤال اليكم. دكتور، في عام 2020 وقعت الحكومة السابقة اتفاق مع حكومة الإقليم، يمكن لم يؤخذ رأي مكونات سهل نينوى بهذا الاتفاق، لكن اليوم زيارة رئيس الوزراء قبل أيام إلى سهل نينوى، تعتقد أنها ممكن أن تقرب من مسافة التباعد الموجودة باعتبار أنه ستتشكل لجنة لهذا الغرض دكتور؟ نعم. أخي العزيز حبيبي، أولا إذا السيد الفاضل والأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أرادوا أن يطبقوا المادة 140 الميتة في من الدستور العراقي، ماكو شيء اسمه ميتة. خلي احنا اول شيء شو نسوي؟ ارجع يا اخي شيل هذا الساتر، هذا الكلام عيب عليك. ماكو شيء اسمه ميت، هذا قرار، هذا مادة دستورية يا 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 سيد النائب. وين الماده الدستوريه يا اخي؟ وين بالدستور محدد يا مناطق؟ بالدستور محدد يا مناطق مشمول الماده 140؟ محدده ودزك الخريطه يا اخي. انتم حددتوا بكيفكم، انتم بكيفكم خليتوا، انتم بكيفكم خليتوا. لا مو الاكراد اعتقد دكتور، اسمح لي اعتقد برامر. برامر انا نائب وشايف الدستور، ماكو حكومه برامر دكتور، هي حددت هذه المناطق يا اخي. محدده اكو خريطه اخي عزيزي، بالدستور ما محدده ولا اكو خريطه. اخاف اذا ما شايف الدستور اشوفك الدستور، تعال اشوفك الدستور، افتح لك الدستور واعلمك الدستور. هذه المناطق دكتور هذا العربي، حددت هذه المناطق، شوف انه ماكو مناطق محدده للماده 140. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، خليني احكي ما قاطعتك. تفضل دكتور. خليني احكي ما قاطعتك، خليني اوصل الفكره بهدوء عزيزي. اكو ساتر من سنجار الى 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 ما ادري وين يصل هذا الساتر. هذا الساتر مسيطر عليه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب تريد تطبق الماده 140، انا اجي وياك. زين تفضل ارجع لي اللي انت تقول انا امتثل باوامر الدوله. طيب تعال امتثل ويا اوامر الدوله. الدوله تقول لك ارجع الى خط 36 زين، يعني وخلي هذه المناطق بحريتها وخلي يصير استفتاء، وبعدين اذا اخذتوا الماده 140 بالاستفتاء حياكم الله مبروك عليكم. خوش كلام. اول مره انسحب، شيل هذا الساتر المشؤوم، انسحب الى خط 36 وخلي البيشمركه تؤتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحه، وبعدين هذاك الوقت تعال طبق الماده 140. اهلا وسهلا بك، خليك على عيني وراسنا. اما مو انت مسوي لي ساتر ومخلي لي الاف الاخوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الساتر وقاطع نص المنطقه وبالكراهه تريد فلان وفلتان، لازم تصوت الفلان وتصوت الفلتان وتعال اقعد. وابسط مثال على ذلك انه ممارساتكم ممارسات دكتاتوريه. ذاك اليوم غيروا مدير ناحيه القوش، وحده مسيحيه كانت معلمه مسيطره على الناحيه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجاء بشخص من قبل السيد ريال الكرداني حركه بابليون. تدري سويتوا انتم؟ 11 يوم خليتوه بالتواليت.
وخليته بالإقامة الجبرية والقوات مالتكم مطلقة البيت مالته. أي ديمقراطية تحشي أنت؟ أنت وقت تتكلم على هذا الموضوع خليني أرجع لك سيد الوفاء، ما تقول لي أنت تؤمن بالديمقراطية إذا تسمحوا لي. الله بدالك أنت بعيد عن الديمقراطية منا للسماء. إذا تسمحوا لي سيد وفاء، سيد وفاء اسمح لي خليني أسألك سيد وفاء، اسمح لي سيد وفاء، الخلافات يمكن على أكثر شيء هي موجودة على المناصب، ليش ما يتم التوافق؟ يعني هناك توافق بالإدارة في الحكومة المركزية، توافقية في كل محافظات العراق، ليش ما يتم توافق بين المكونات والقوى الموجودة في سهل نينوى لإدارتها وتقاسم إدارة الملف الأمني؟ إذا السؤال لي؟ نعم لكم سيد وفاء. الأخوة متخوفين، السيد النائب ويا اللواء 50 واللواء 30 متخوفين في حال نجاح المادة 140 وهذه المنطقة تطالب بالإقليم، هم لازم يطلعون، هو هم متخوفين من هذا الموضوع. من يطلعون؟ الأرض أرضنا وين نطلع؟ من يطلعون؟ هاي بخل بس عايز إنه إحنا نشيل من مناطقنا والله ده حش أقول لك لا اسمح لي دكتور ولا خليني أدخل سيد وفاء ولا أشمس أشمس منك بعد ما يقدر يشيل من مناطقنا. اسمح لي دكتور شنو وضح لنا سيد وفاء، وضح لنا شنو يطلعون؟ لا انت والماده 140 مالتك دكتور اسمح لنا سيد وفاء، يعني وضح لنا شنو يطلعون؟ هم من مكونات اصيله في سهل نينوى بالماده 140 يا معود يروح يا قانون. مين يطلعون سيد وفاء؟ ارجوك توضح لنا. هاي من تجي على اقليم كردستان، احنا الاقليم عندنا قوات بيشمرقه واحنا نحميها واحنا نبنيها يا اخي. هي الماده 140 انا قلت لك تكون الفاصله، مو هذا كلامك يدل على سياسة فرض الأمر الواقع سيد وفاء، مو قضية توافقية بين مكونات. المادة 140 أحكي لك على القانون، أحكي لك على السوراني، ما أحكي لك على غير شيء. طيب المادة 140 الشبك المسيحيين الموجودين يطلعون من هاي المنطقة؟ لا يا معود، هذول هم اللي يصوتون للديمقراطي، الشبك والمسيحيين. اقول لك سؤال، 500,000 عائل 500,000 مسيحي هاجروا من بغداد والموصل وجوا على اقليم كردستان، ونصهم راحوا لاوروبا. اصلا المسيحي والشبكي واليزيدي هو اللي راح يصوت لاقليم كردستان ويريد يبقى هناك. هذول يا معود هذول احنا نخليهم على راسنا، احنا ما نطرد هذول. اقول لك نطرد الالويه المسلحه من ضمنهم الشبك. لا اي لواء مسلح ان يبدو يكون في حاله لا. احنا اذا ماده 140 ان شاء الله حسبت وصار على الاقليم راح تكون تحت الحمايه تحت اقليم وزاره بيشمركه، هو هذا القانون. احنا 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 يعني شوف الموضوع. انتوا تؤمنون بالقانون؟ انت تؤمن بالقانون؟ ليش ما نؤمن بالقانون؟ جيد ممتاز بارك الله فيك، ما دام تؤمن بالقانون انت تقولون لا. بس اسمعني الان نقدر احنا نحرك لواء من بيشمركه من فلان مكان لفلان مكان؟ يا اخي انتم ما تنطون الحدود، ما تخلون قوه تنزل بالحدود، ما تخلون احد يمسك المنافذ. اليوم العمليه الاقتصاديه كلها بالعراق مربكه من وراء الحدود مالتكم. يا حبيبي يا عزيزي اذا انت ما تمتثل لهذني القضايا البسيطه شلون انت تريد تلتزم بالقانون؟ يا قانون انت تلتزم به. وعسكري ونفطي. لا بالعكس انت غلطان. زين اوكي تمام تمام جيد. وحكومه الاقليم وقوات البيشمركه مستعده للدفاع عن اي بقعه بالعراق. طيب في خضم كل هذا وارجع بالسؤال لكم سياده النائب، اين حكومه نينوى من كل هذه المعطيات امام كل هذا؟ تعتقد ان هناك فعلا تماهي من الحكومه المحليه في يعني نينوى امام مؤشرات تمدد وغيرها؟ نعم كما تعلم بان حكومه نينوى هي حكومة شكلية يرأسها السيد محافظ نينوى من المكون العربي، ولكن على أرض الواقع من يحكم نينوى هو السيد ريبوار من أربيل، وهو الذي يعطي التعليمات ويوجه السيد المحافظ بما يشاء ويرغب، بحيث أنه توجهاته وتوجهات المحافظ لا تتقاطع مع مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهيمنته في محافظة نينوى. اليوم يعني محافظة نينوى يعني مسيطر عليها من خلال مفاصل إدارية، يعني النائب الأول للمحافظ حزب الديمقراطي الكردستاني، المعاون الإداري سيد وفاء مدير الصحة حزب الديمقراطي الكردستاني، أبو الاستثمار حزب الديمقراطي الكردستاني، مدراء الشعب والأقسام حزب ديمقراطي كردستاني، القائم مقام اللي هو عربي. يعني شوف يعني حقيقة شر البليتي ما يضحك، يعني حقيقة يعني في بعض الأحيان يعني قضية يعني حقيقة مؤلمة، يعني هي مضحكة ومؤلمة بنفس الوقت. يعني شوف قائم مقام مدينة الموصل،
المفروض يكون الأخوة العرب سنة، الموصل مركز الموصل عرب سنة. زين سووا راحوا جابوا واحد زين طلع تقاعد قبل كم يوم، جابوا اسمه أمين فنش، هذا جابوا قال له شوف تجي تروح الفرع 14 وتعطي الطاعة والولاء وتبصم نسوي قائم مقام، ما تسوي وما تجي ما تسوي قائم مقام. قال له عمي أجي ونص، راح الفرع 14 وبكل وقاحة صور لبس، طبعا مع احترامي وتقديري لعلم اقليم كردستان، خلي على عينه وعلى راسه علم اقليم كردستان، خلى العلم اقليم كردستان على كتفه وصور نفسه وقال بالتلفزيون وامام الملأ اشكر الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي منحني الثقه ليكون قائم مقام مدينه الموصل. يا اخي وصل الى هذا الحد سيطرتكم، استحقاق يا اخي يا عزيزي، اي استحقاق اي استحقاق؟ هو انت ماخذ المحافظه كلها، زين ما عندي اشكال، تعالوا قولوا عمي هاي محافظتين وانضمها لإقليم كردستان وتعالوا اخذوا كل المنطقة وفي أمان. لا لا استحقاق استحقاقك محافظ، استحقاقك نائب محافظ، استحقاق قائم مقام، استحقاقك سنجار، استحقاقك معشيقة، استحقاقك من وحدات إدارية تحت سيطرتك باستثناء الحضر. زين استحقاقك 16 ناحية مسيطرة عليها، يا استحقاق ما تقول لي أدري استحقاقك أنت شنو عنكبوت بكل محافظة نينوى من عربها وكردها ويزيديها وشبكها وتركمانها ومسيحيه، شنو استحقاقك؟ كل هذا اللي انت بارعهم ما عندك شيء. لكن دكتور. انت جاي تسب جاي تمارس مدير الامن من عندكم يا مدير الامن، مدير الامن عربي قاعد منهم على كيفك هشام، هشام اسمعني هشام النجماوي لا تعلمني بنينوى، انا بنينوى هشام النجماوي مصلاوي قاعد بدهوك 24 ساعه يروح ويجي لدهوك يا من عندنا يا حبيبي. وضحت الفكرة، ما تعرف أنا علمك. عذرا لضيق الوقت منكم الشكر الجزيل ممثل كوت الشبك في مجلس النواب سيادة النائب دكتور وعاد قد، كنت ضيفا كريما شكرا لك، والشكر الجزيل لكم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد وفاء محمد كريم كنت معنا عبر سكايب، شكرا لكم سيد وفاء. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه.